السلام عليكم صحباتي خوتي، كي راكو دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير الحمد لله والشكر لله. كي داير العائله؟ كلشي اموركم مزيانين؟ ايوا الحمد لله. اليوم غادي نصاوب الغدا ديالي، وبغيت نصاوب مع خوتي وصحباتي. عندي هنايا الكرنب، ها كلشي كيعرف الكرنب، بغيت نصاوبو نعمرو وبغيت نشاركو مع خوتي وصحباتي. عندي هنايا واحد الحبه، عندي ها هي حبه، وعندي ثلاثه ديال المطيشات للناسوس، وعندي الثوم، وعندي طريف ديال الكفته ها هي، عندي كاس ديال الرز، عندي كاس ديال الرز. انا غادي نزيد عليه شويه الزيتون، شويه ديال الزيتون حتى هو، وها هو دابا هذا. نخليو هذا الشيء هنايا، نبداو الحاجه الوحيده اللي غادي نبداو بها، غادي نديرو هذه، نقيوها ونوريكم كيفاش نديروها. حيدوا علينا هذه الكفته حتى التالي. دابا هنايا، ودابا البنات، دابا عندي هذا الكرنب ديالي، هذه غادي نحيدو لها هذه بحال هذه اللي تكون شويه هكا يعني دابله، نحيدوها كيما هكا. ايوا ها هي كلها مزيانه، طبيعه الحال نشوفوا لا فيها شي حاجه ولا كنحيدوها. غادي نقيوها حتى هذه، خصنا نحيدها. انا في هذه المرحله راني دايره الماء ديالي سخون، دايرته يسخن باش نحطو فيها هذا. هنايا نطوع على هذا، هذه غير هذا هو شويه قاسح، نحاولوا نحاولوا معها كما هكا، ايه بالخاطر هكا باش نقلعوا لها هذا، هذا اللي في الوسط. بسم الله، هنايا بسم الله كيما هكا، نحيدو لها هذا. فهاد المرحله انا راني دايره الماء يطيب، راني دايره الماء يطيب، غادي ندير فيه طريف ديال الملح ونحط هادي تنسلق، غير نسلقها ونرجع مع صحباتي. دابا البنات ها هو الماء ديالنا اللي قلت لكم هنايا، بسم الله كنا درناه يغلي. دابا انا غادي ندير فيه طريف ديال الملح باش باي تجينا السمطه. بسم الله، ودابا غادي نحطو هاد الكرنب ديالنا، هادي ها هي بسم الله هنايا، بسم الله الماء. دابا هادي غادي تسخن غير شويه، وغادي كلشي هاد الشيء اللي يطير غادي نبطلها. هنايا شويه تنسلق، غير نسلقها صافي. وهنايا عندي هنايا الماء، ها هو هنايا، غادي ندير فيه الرز، ندير فيه الرز حتى هو يتسلق نسلقها، حيت كاين اللي كيديروا زعما الرز مثلا ما مسلقش، ولكن انايا غير باش في السعيد طيب غادي نسلقو غير نسلقها. غادي نشل الرز ديالي وندير هنا طريف ديال الملح ونسلقو غير نسلقها ونرجع مع خوتي. دابا البنات ها هي هادي الكرنب ديالنا تسلق كيما هكا قلت لكم، يعني باش على حساب باش نحلوها. ها هي تبارك الله كيما هذا الشيء اللي محتاجينها حنايا هكا. دابا هاد الوريقات سخونه، هاد الوريقات كله غادي نحيدوه كيما هكا. هاي دابا انا صافي حاجتي كيما هكا، غير هادي اللي بغيتها. غادي دابا نخوي هاد الماء نصبيه نديرو في كسكاس ونرجع معاكم. صافي حنا حاجه هاي شوف بحال الوريده كتحلها صافي. هنا راني قلت لك درت طريف ديال الملح ودرت ورق سيدنا موسى، هاي هنايا حيت كتجي زوينه، هي كتعطي واحد المذاق زوين. وصافي دابا حنا غادي نحيد هذه ونرجع معاكم. هاي هاد سلقتها، حنا محتاجينها غير نسلقها صافي. وهذا الرز ديالنا ها هو حتى هو، هو غير نسلقها ونرجع معاكم.
دابا البنات هاني سلقت هذاك الرز ديالنا، وهذاك غادي نبداو دابا بالقوام ديال هادي ديال الكبتة. عندنا هنايا نبداو حنا دابا بالزيتون، عندنا هنا طريف ديال الزيتون، هذا طريف ديال القزبر ومعدنوس، جبت واحد المعلقه، دينا غير معلقه صغيره، ماشي صغيره كبيره، ها هي معلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس. ودابا غادي نديرو القوام، غنديرو هادي زرعت القزبر معلقه صغيره، نديرو الخرقوم حتى هو معلقه صغيره، نديرو فلفل حار الكحل، نديرو طريف ديال الفلفل الكحل مع معلقه معمره صغيره صغيره تاع الكافي، نديرو التحميره ديالنا هادي، نديرها شويه زايده نعمرو هاد المعلقه هادي كيما هكا، طريف ديال الملح، ديجا حنا رحنا سالقين الكرنب بالملح، نديرو طريف ها هي، نزيد واحد طريف ديال مطيشه ديال القوطي كيما هكا، تجينا زوينه ديك اللي تكون من الداخل، الطعمه راه كتجينا زوينه. شنو دابا يبقى لنا؟ الرز كما قلت لكم، الرز هاني سلقته، غير نص سلقه ها هو قدامكم، صافي دابا هادشي كله غادي نخلطو، ندير طريف زعتر، نحكو كيما هكا ونديرو، كيعجبو الزعتر، أنا الزعتر كيعجبني. هاهو دابا هادشي كلو، هاد الخليط غادي نحركوه. شنو بغيتي شي حاجة آية؟ لا ها؟ لا بغيت شي حاجة، هاني هاني هنايا دابا غادي ندخلو هادشي كلو في هاد الرز، ونرجع مع خوتي وصحاباتي، ها هاد الكفتة وهادشي كيجي زوين كيما هكا، عاد نرجع معاكم. ودابا هاي الكفتة ديالنا خلطناها كيما هكا، وهداك اللي سلقناه ها هو الكرنب، الكرنب اللي سلقناه كيما هكا. دابا غادي نقلعو له غير هادي شويه، عندنا غليظه غادي نقلعوها كيما هكا هنايا، صافي هنايا غادي نهزو كيما هكا، بسم الله هنايا، نزيدوها شويه هنا هكا، ندورو هادي كيما هكا، نتمنى ان شاء الله يكون واضح الفيديو هكا، نديوها كيما هكا هاي هنايا، هاي تسدت من هنا ومن هنا باش ما تحلناش في ديك لاصوص اللي غادي نديرو. هنا كيكون عندنا هاد السنجب سربيطه، كيكون عندنا هاد هادو، انا غادي نقسمهم باش ما يجيونيش كبار بزاف، ها هما، وغادي نسد بيهم هاد البلعه اللي هنايا هادي، ها اللي بغى يديرها واللي بغى ما يديرهاش، ولكن انا نفضل نديرها باش تجي مسدوده، هاي كيما هكا كلها مسدوده بحال البريك، نحطو هادي هنا ونعاودها مع صحاباتي. بسم الله
ورقه البريك ملي يكونوا معمروه كيما هكا كتجي كيما هكا. بسم الله. ها هي هاي سهله. دابا هنايا غادي نسدوها بهذا. دابا غادي نزيد مع كعاد ولا صافي؟ ها نزيد مع صحاباتي هكا الدنيا هانيه. هذا زوين، هذا صحي وكيجي بنين. انا غادي نديرو في لاصوص، نتوما الا بغيتو مثلا ديرو غير تفوروه كيما ديرو له هذا الشيء كيما هكا وتفوروه حتى هو كيجي زوين. يعني بحال دابا تعمروه وديروا الماء الاخرى وتفوروه كيجي بنين، لكن انا بغيت نديرو بشويه ديال لاصوص. هاي ها صافي، نقسمو هادي عاود نسدو عليها كيما هكا. هاي ايوا دابا سمحوا لي غادي نسالي ونرجع مع خوتي. ودابا البنات حنا سالينا التعمر ديالنا، ها هو كيما هكا سليناه كله، ها هو. دابا غادي نديرو هو هنايا. دابا في هذه المرحله غادي نديرو لاصوص ديالنا. لاصوص ديالنا كيما كنديرها مع صحاباتي دائما، غادي نديرو جوج ديال البصلات هنايا نطحنوها هكا، نديرو ثلاثه ديال الماطيشات قصرناها وراكو عارفين كلشي، ها هما هنايا. نديرو الثوم هذا ونطحنو هادو، نرجعو نديرو لاصوص ديالنا. ساهل هذا. ودابا البنات درنا المقله ديالنا هنايا. دابا هذيك اللي طحنا الثوم داكشي غادي نديرو في هاد المقله. بسم الله. ها هو هنايا كيما طحنتليش مزيان، ما عليش ماشي مشكل، حيدوها ونعاودوها. دابا هنايا غادي نديرو طريف ديال الزيت كيما هكا، ندير غير الملح معطية كيما العادة، يعني دايما معطية كنخليوها في التالي. المطيشة ديال القوطيسورية. دابا لاصوص ديالنا هادي نديرو لها طريف ديال الملح حتى هي. بسم الله. نديرو غير الملح وصافي حتى تكمل دير تكمل تهبط لنا هادي. ونديرو نديرو القوم ديالنا كيما العاده. هنا عندي معلقه كبيره ديال المطيشه، ها هي صافي غير هادي. نخليو هادي نغطيو عليها ونخليوها تقلى مزيان تهبط لنا. ملي تهبط لنا نزيدو واحد نص كاس ديال الماء ونرجع مع صحاباتي. ودابا البنات لاصوص ديالنا هي هبطات كيما هكا. دابا غادي نزيدو فيها طريف ديال الماء، الماء غير ديك الرحله اللي طحنا فيها، غير هي درنا فيها شويه ديال الماء وغادي نزيدو هكا كيما هكا صافي. دابا هنايا غادي نحطو هذا القوم ديالنا. بسم الله. عندنا طريف ديال هذا الخرقوم، زرعت القزبر، والطحميره. نتوما اللي عجبكم الحار ديروا الحار. طريف ديال هذا فلفل الكحل. دابا نزيدو طريف ديال هذا شنو السكنجبير. المهم العطريه ديالنا كامله كنحطوها كيما هكا. بسم الله. ومن بعد انا غادي نزيد
ورقة سيدنا موسى، ونزيد واحد الطريف ديال الليم. صافي، هي هذيك هي تغلي. بسم الله نجيبو هذوك ديالنا، هادو هما كيما هكا. بسم الله نحطوه هنا هاك، بعد هاد لاصوص غادي تدخل فيه كيما هكا. صافي، ونقص البوطه ديالنا، نقص البوطه ديالنا ونخليوه يطيبو. غادي انا نكمل تستاف ونرجع مع صحاباتي، يعني دابا صافي باقي لنا غير يطيبو. ودابا البنات صافي كملنا هاد الخبز ديالنا اللي طاب كيما هكا. انا زدت له شويه ديال هذا ديال المكنوس، غادي نزيد له طريف ديال هذا ديال الليم مرقد هو، وغادي نزيد له شويه ديال الزيتون. يعني نتوما هاد الزيتون الا بغيتو ديروا ديروا، ما بغيتوش المهم. انا كنقول لصحاباتي وخوتي نتوما تعرفوا، يعني عارفه تبارك الله عليكم كل شيء حادقات، كل شيء تعرفوا هذا الشيء اللي كاين. دابا انا غادي نخلي هذا ديالنا يطيب وصافي. ودابا حنا رجعنا معاكم، ها هو طاب هنايا كيما هكا وجا زوين. نتمنى ان شاء الله تجربوه حتى نتوما. ودابا انا غادي نقسم معاكم وحده هنايا كيما هكا، ها هما شفتوا كيما درناهو كيبقاو ما تحلو ما حتى شي حاجه. ها دابا غادي نحيدو هذا هنايا اللي درناه قبيله. بسم الله بسم الله. ها ونتمنى ان شاء الله ديروا حتى نتوما وتجربوه ويعجبكم لوليداتكم والعائله وكل شيء ان شاء الله يا ربي. وما تنساوش ديروا لنا جيم وشكرا، والهلا يخطيكو علينا والله يحفظكم. وكنشكركم بزاف بزاف، هذا الشيء اللي نقول لكم الله ينصركم.